هذا المطرح هو المطرح المناسب لألي. بالتعاون مع السفارة الإيطالية وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الثقافة الإيطالية تتنظم كل سنة نشاطات عديدة لطلاب اللغة الإيطالية، بالإضافة لمنح عديدة ثقافية سياحية تطوعية دراسية للطلاب. فأنتم فيكم تدرسوا اللغة الإيطالية وبيطلع لكم فرصة أنكم تسافروا على إيطاليا اللي هي بتعتبر من أجمل الدول العالم. وكمان عنا إلكتف كورسز مثل الفوتوغرافي، الدروينج، الميوزيك والهيستوري أوف آرت اللي بيفيدونا كتير وبيعطونا معلومات ثقافية جديدة. أكيد أنتم عم تتساءلوا طب أنا شو فيي أشتغل مع هذا الشهادة؟ فيكم تعلموا اللغة الإيطالية وفيكم تعلموا اللغة العربية كمان للأجانب، فيكم تشتغلوا كترجمة كمان تشتغلوا مع السفارة.